وبالصدفه ايضا صديق معروف انه زملكاوي كبير ومحب جدا لنادي الزمالك، وهو ايضا شاعر متميز وفنان مبدع، ومن ايضا النماذج الجميله واللي لها اضافات واسهامات رائعه في عالم الغناء والشعر والفن في مصر، الدكتور مدحت العدل. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك عليك وعلى الاستاذ جمال بكيت، صديق والفنان والشاعر الكبير. اتفضل يا استاذ جمال. ازيك يا عم مدحت؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه يا حبيبي؟ ازيك، منور الدنيا ومنور قناه الاهلي. الله يخليك. انت اللي محمد، احنا اصحاب. اهلا بيك، اهلا بيك، احنا سعداء بمشاركه حضرتك معانا. بص، الله يخليك. انا لما قالوا لي يعني مين اصدقائك المقربين، فقلت لهم مدحت العدل وصلاح عبد الله ما بصتش ما خدتش بالي من انكم زملكاويه يعني. انما الحقيقه يعني انتوا وجودكم اضافه كبيره لحديثنا اللي احنا بنتكلم فيه، وكيف يكون التشجيع بلا تعصب، وازاي ان احنا اكتر من اصدقاء، احنا تقريبا اهل يعني. والله بص يا استاذ جمال واستاذ محمد، طبعا برضه من ضمن اصدقائنا ولازم نترحم عليه زمان الكبير فاروق الشاوي. طبعا الله يرحمه، كبير جدا جدا، وكنا من اعز الاصدقاء. وانا الحقيقه يعني جوه هحيلكم بكلمه عظيمه قالها يورجن كلوب، وهذا الفيلسوف اللي قال يا جماعه احنا لا بناكل ناس جعانه ولا بنشرب ناس عطشانه، ولا احنا بنقدم ساعه ونص الناس تخرج فيها بره هموم الدنيا، لا اكثر ولا اقل، علينا ان ناخد الموضوع من هذا المنطلق، لا دون تعصب ولا دون انحياز كامل ولا اي حاجه في الدنيا، خلينا نمتع الناس. دكتور مدحت، هل الامور ممكن ترجع في ملاعبنا، نشوف الاستادات مليانه جماهير الاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه، ونشوف الروح اللي موجوده اللي سمعناها في حوار حضرتك مع استاذ جمال وقبلها بدقائق مع استاذ صلاح عبد الله، الروح دي ممكن ترجع تملى المدرجات تاني؟ الحقيقه بص يا استاذ محمد، انا رايي الشخصي ان السوشيال ميديا، الاعلام المتطرف، بيخليك، وبنفس الوقت يعني عايز اقول لما يكون في هناك اهداف كبرى جدا، الرياضه بتبقى جزء من هذه الاهداف، لكن ما تبقاش الرياضه بحد ذاتها او ماتش كوره بحد ذاته وكل طموحنا وكل احلامنا انك تفوز، ثم لما تنهزم تنهار احلامك كأن الدنيا واقفه على هذه المباراه. وده سببه انا رايي اللي كنت بقولك عليه، هذا التعصب اللي موجود. لكن احنا طول عمرنا بنتفرج على ماتشات كوره في استاد، ومعانا جماهير من الاهلي وجماهير من الزمالك، وانا حضرت ماتشات كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه قاعدين جنب بعض، هم شوف الحرب القائمه دي، وانت في الشمال هو في اليمين، كان الدنيا هتقف. انا رايي ان ده لازم الناس شويه الاعلام يلعب دوره المهم جدا، وطبعا الجمهور لازم يرجع، لان بيني وبينك اي مباراه كوره من غير جمهور هي ملهاش طعم طبعا، لان انا ما بتفرجش على حاجه يعني. طيب دكتور مدحت، هنتكلم كمان عن الصور اللي كنا بنشوفها زمان، هل النجوم نفسهم في الجيل الحالي عليهم مسؤوليه؟ شفنا صور الكابتن الخطيب في احداث رياضيه مهمه بين الكابتن حسن شحاته والكابتن فاروق جعفر، وهو لابس تيشرت الزمالك وهما لابسين تيشرتات الاهلي، الصور دي ودور النجم كقدوه للجماهير. بص والله يا كابتن، ما يخلص ماتش بين الاهلي والزمالك ايا كانت نتيجته، والجمهور العادي بيشوف لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي بيحضنوا بعض زي ما بنتفرج عليهم بره، يعني تاكد ان ده بيتنقل عدوى للجمال. فطبعا الكابتن خطيب قدوه كبيره، وكابتن حسن شحاته، والناس دول كلهم اللي هم رموز للكوره، وكابتن علي ابو جريشه، هؤلاء كبار قوي قوي قوي، هم اللي حببونا في الكوره وهم اللي حببونا في الروح الرياضيه. اتمنى ان ده يفضل موجود، وكل قناه رياضيه زي الاهلي زي الزمالك زي ما تبيعش تعصب للناس، لكن تبيع روح رياضيه، والناس تاكد انها بتتاثر بسرعه كده. احنا شعب طيب ولطيف، كلمه انا مجرد مثلا معلش انا يعني الكلمه بالكلمه تذكر، انا طبعا اعرف كابتن حماده صيدي وعارف انه شخصيه محترمه جدا جدا، فانا كتبت تويته قلت لهم يا جماعه السيناريو اللي بيتقال ده دي مش اخلاق كابتن حماده صيدي، تمام؟ النهارده هذا الكلام كتبت، تخيل كميه ردود الفعل من الناس الاهلاويه، يعني لا تتخيل، في منتهى السعاده طبعا، موقف محترم جدا من حضرتك. لان يعني ده اللي اقصده، ان احنا خلينا ناس الشعب مصر شعب طيب وسهل قوي، ان انت
يعني تتأثر عليه فيما يليق، لأن اللاعب أصلا متحضر ومحترم ومش متعصب في طبيعته. أكيد. وبالتالي إحنا علينا دور كتير قوي كناس، مثلا أستاذ جمال بخيت، أنا، أستاذ صلاح عبد الله، كابتن الخطيب، نجوم دول طبعا علينا دور كبير جدا جدا جدا، لأن الموضوع ببساطة ماتش كورة، خلينا نستمتع ونخرج حبايب. طيب أخيرا، الشاعر الغنائي الشهير والمتميز الدكتور مدحت العدل، ايه البصمات اللي بتشوفها دايما في كتابات وفي ابداعات شاعرنا الكبير استاذ جمال بخيت؟ ايه اللي بيميزه طابعه؟ ده مولانا، ده مولانا، ده لا لا ده 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 ده, ده كبير بتاعنا ده. لا جمال بخيت الله يخليك، شعر عظيم وامتداد رائع لفؤاد حداد. مدرسه العاميه المصريه دي مدرسه عظيمه، هو احد اساطيرها على مر التاريخ. انا بشوف كل حاجه يعني جمال بخيت، يعني ما مش عايز اقول اكتر من كده، يعني ياسر ان احنا نقول جمال بخيت في الصوت. اخيرا، بتعملوا ايه كاصدقاء؟ بتكلموا بعض ازاي، سواء على التليفون، على فيسبوك، على تويتر؟ بتكلموا بعض ازاي بعد مباريات القمه، بعد ماتشات اهلي وزمالك، سواء فاز الاهلي او فاز الزمالك في اي مباراه؟ احنا عندنا جروب لطيف جدا، هو طبعا في جمال بخيت فيه، وفي كتير زملكاوي، في كتير اهلاويه، بمنتهى الشياكه واللطف وخفه الدم. معانا الدكتور حازم ياسين، اهلاوي، بنهني بعض على الجروب فعلا والله. هو بنقعد نهزر ونضحك مع بعض وخلاص. يعني احنا يعني احنا الحكايه الحياه بسيطه، احنا كبرنا على الروح دي وعايزين ننقلها للاجيال اللي بعدين يا رب ان شاء الله. هو ده المطلوب مننا. سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا دكتور مدحت العدل، الشاعر الغنائي البارز. بشكرك جدا على مشاركتك معانا، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا في حلقه قادمه وفي يعني واحد من برامجنا على شاشه قناه الاهلي. نشرف وجودك معانا وتشرفنا على شاشه قناه الاهلي يا دكتور مدحت، ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. اتفضل يا